وفي مجال دعم الاستراتيجية الوطنية للتربية منح الاتحاد الأوروبي هبة للمغرب تقدر قيمتها بمليار و224 مليون درهم. اتفاقية التمويل تهم برنامجي ضمان التعليم الإلزامي للجميع وبناء وتأهيل مؤسسات تعليمية بالعالم القروي والشبه حضري. سعد غنام ويسر طومي. مراسم توقيع هذه الاتفاقية لتمويل البرنامج الاستعجالي من أجل دعم تفعيل استراتيجية المجال التربوي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد الأوروبي ترم إلى تمويل عدة مشاريع تهم التعليم الإلزامي للجميع مع إعطاء الأولويات للأطفال المنتمين للأوساط المعوزة وكذا دعم القدرات المهنية للمدرسين وإرصاء حكمة مسؤولة بالمؤسسات التعليمية. اتفاقية عندها أهمية بالغة من حيث القيمة الرمزية ديالها لأنها في الحقيقة واحد العربون ديال الثقة في المشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا من حيث المبلغ لأن المبلغ الهام ديال 93 مليون أورو يعني أكثر من مليار درهم على في شكل هبة. plus d'un milliard de dirhams qui vont aussi servir à donner زيادة من مليار درهم ستكون رهن إشارة المدرسين والأساتذة لدعم قدراتهم المهنية. إلى كل العاملين بالمؤسسات التعليمية سنعمل على توفير الإمكانيات، إذن هذه مبادرة كذلك تضامنية تجاه كل العاملين داخل المجال التربوي لفائدة التلاميذ. سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب قام بزيارة للعديد من المرافق التربوية بمؤسسة الليمون والتي تبقى من بين المؤسسات النموذجية بالمغرب ليتأكد من جديد الوضع المتقدم الممنوح من طرف الاتحاد الأوروبي للمغرب كاعتراف بالمجهودات المبذولة في المجال.